يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، أيضا حار رطب على السواحل الشمالية. فيما يتوقع الخبراء أن يسود البلاد خلال ساعات الليل وصباح الباكر طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. فيما يلي أهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، نبدأها بمحافظات القاهرة العظمى فيها 38، الصغرى فيها 28، الإسكندرية 35 25، مطروح 32 25، بورسعيد 35 26، الإسماعيلية 39 27، أما محافظة السويس العظمى فيها 38، الصغرى فيها 28، العريش 35 25، طابة 38 38، شرم الشيخ 42 31، الغردقة 41 32، أما محافظة الأقصر العظمى فيها 44، الصغرى فيها 29، جو شديد الحرارة، أسوان 44 30، جو أيضا شديد الحرارة، كذلك الأمر في الوادي الجديد 45 28، شلاتين 43 31، حلايب 37 29. والآن نستعرض إياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.